حضرتك بتعمل ايه النهارده في مركز الشباب؟ النهارده انا جاي عشان انفذ حكم الرؤيه علشان اشوف ابني، اشوفه 3 ساعات كل اسبوع بحكم محكمه من 2 لـ5 كل يوم جمعه، في عز الحر بقى في عز البرد. يعني لغايه دلوقتي احنا مجربين الحر، لسه ما دخلناش في البرد، بس يعني الحمد لله. ملتزم ان انت تيجي كل اسبوع؟ طبعا لازم اكون ملتزم ان انا اجي كل اسبوع، في الاول وفي الاخر ابني عايز اشوفه. بتدفع له النفقه بتاعته؟ كنت بدفع قبل الرؤيه، قبل قصه الرؤيه وقبل كذا موقف حصل كده منها وقواضي والكلام ده كله، بعد ما كنا متفقين على كل حاجه لا ابتدت قواضي، فطلع خلاص بقى خلي المحكمات تجيب لي كل حاجه. بنفذ رؤيه. رايك ايه في قانون الرؤيه؟ طبعا يعني رايي مش منصف، يعني ازاي انفذ رؤيه وابو ما بيصرفش على اطفاله؟ يعني المفروض يمنعه الرؤيه غير لما ينفذ ينفق على اطفاله اقل حاجه. يعني ايه الاقتراح اللي ممكن يصلح الموضوع ده؟ يكون في استضافه على الاقل الثلاث ايام بتوع الويك اند، يعني الثلاث ايام بتوع الويك اند يكون موجود فيهم استضافه. ليه؟ بحيث ان الولد هيقعد مع باباه هيشوف برضو اسلوب حياته ازاي، اسلوب الحياه الاب يختلف كتير عن اسلوب حياه الام او عامه. نفق بقى لنا سنتين وبتاخد مش عارفه استئناف، بيروح هو ما يحضرش عشان الاستئناف يتاجل وكده يعني، ويمطل ويعمل نفسه بيصرف على امه ست قاعده واخواته، مع ان هو اصلا دخله كويس جدا مدير بنك، بس هو بيستهبل يعني عشان بيجي عشان يتبع العيال. اللي خلاك ترفع رؤيه من الاساس؟ ان كذا مره اتفقنا ويعني المحد ما سمعتش الكلام، ولا انت مالكش عيال عندي ليك عيال، روح شوفهم بالمحاكم. طيب خلاص اوكي ماشي، نشوفهم بالمحاكم مفيش مشاكل. من نفع عند مش عند؟ طبعا عند. هو اساسا الرؤيه دي اساسا هي معموله للاب، تمام احنا ممكن نديله حق وممكن هو يستضيف الاطفال، بس هم كابهات هم يعني هم ما يستاهلوش الرؤيه دي. اول حاجه عشان تقب تنفذ الرؤيه اصرف على اولادك بالمعروف، يعني اصرف عليهم، نفذوا قانون النفقه. اشمعنى الرؤيه بتتنفذ بسرعه والنفقات لا؟ هاتي حقوقك كزوجه بعد ما طلعت اي حاجه. انا عايزه اقول لك انا كان محكوم لي بالذهب، هو علشان منصبه ويعرف ناس في المستشارين راح دخل تاني مره وكان جاي واثق ان هو طالع منها براءه، وطلع ودفع رشوات قد كده قدامي عشان ياخد براءه في الذهب، بعد ما كان طلع القرار قدامي ان هو انت مصروف لك المصروغات الذهبيه. يعني انت شايفه ان هو ممكن الاب بيوصل لمرحله معينه يدفع رشاوي؟ ده ممكن يكون دفع عندهم اصلا من باب العند عشان ما يديش حقوق العيال. فلا يعني كمان احنا كدوله، احنا دوله رقم 16 في كل حاجه في الحياه، في سن الحضانه، في الاستضافه، في كل حاجه. وايه اللي يضمن الام ان انت لو استضفت الطفل ممكن ما تكونش بتحرضه وممكن ما ترجعه، الحاجات اللي بتتقال يعني؟ انا رايي ان الاثنين يخضعوا لاختبار نفسي في الاول او لدكتور نفسي، وده لازم علشان يعرف مستوى النفسيه للام شكلها عامل ازاي، مستوى النفسي للاب شكله عامل ازاي، هل فعلا هم قادرين ومسؤولين ان كل واحد يشيل المسؤوليه دي لوحده ولا ايهما افضل. يعني في امريكا مثلا هو بيختار، يعني بعد الاختبار النفسي ده ما بيتعمل، بيشوف الاصلح للطفل حضانته مع الاب ولا مع الام، ما فيش سن حضانه أصلاً. يعني بيشوف الاصلح للطفل ايه، الطفل مع الاب اتس اوكي مفيش مشاكل، مع الام اتس اوكي مفيش مشاكل، بيتحكم لده بالاستضافه وبيتحكم بده بالاستضافه، وبتبقى على حسب طبعا شروط الاستضافه. وبرده هتقولي طب هي تضمن منين ان انت تاخده وما ترجعوش وتجيبه؟ بنفس الطريقه، تسلمه في المركز وتستلمه من المركز. هو ما شافوش منه حنيه عشان يختاروا، هو اصلا كان خاطفهم مني، هو عمل احنا كنا مسافرين وعمل حادثه، ابني الصغير اتوفى وانا كنت متكسره، وراح هو خد الاطفال عشان كان مستغل فرصه ما بتحركش في المستشفى، وخدهم وهرب بيهم وقعد بيهم في الشقه مش عايز خلاص. انا رحت خدت العيال بالقانون، اعملي تحويل ادفعي المصاريف، انا معيش مصاريف. لا ما هو كده، طب حولهم تجريبي، ده القانون بيقول لا، هو صاحب المدرسه مانع علشان صاحبه هو وهكذا، بتلفي حوالين نفسك. ده ابنك ممكن يرجع لك بعد سن ال 15 لو القاضي خيره بينك وبين مامته؟ اعتقد لاسباب كتيره قوي. انا متعلق بابني قوي، ابني متعلق بيا قوي ومن زمان، مش من دلوقتي. غير كده عربيته عندي، شقته عندي، حاجات كتيره قوي هتبقى عندي امه مش هتعرف تعملها له. وهو مركز الشباب مش وحش، بس هي الفكره في الاتيتيود او في الاتموسفير اللي حوالين الناس. يعني مثلا في حد جه، في حد ما جاش، في طفله مثلا ما شافتش بابا بقالها كتير فمش عايزه تروح له، في لا يعني في مناظر عدت على الواحد صعبه جدا نفسيا، وفي نفس الوقت كمان حتى لو الطفل شافها برضه صعبه نفسيا عليه. يعني انت على ذمته؟ لغايه دلوقتي شغاله في الطلاق ويرفع قضيه مش عارفه ايه نشوز ويبعتها في عينون ما تجيليش اصلا عشان يقلل برضه، عشان لما تيجي تتطلقي تضطري ما تاخديش حقوقك. انا اطلع معاكي ان قانون الاحوال الشخصيه اصلا مش منصف للمراه، مش بيتنفذ، مش منصف للمراه، حد منصف؟ لا طبعا، وبياخد وقت طويل جدا على ما يتنفذ، وانت وحظك.